هذا وتحتفل دولة الكويت بأعيادها الوطنية في مرحلة تشهد فيها الكويت قفزات تنموية ونهضة شاملة وتمضي قدما نحو التقدم والازدهار. مناسبة وطنية تؤكد مدى ترابط وتلاحم القيادة والشعب في دولة الكويت الشقيقة، فهذه المناسبة تأتي لتجديد الولاء والتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات التنموية التي تحققت في الكويت والأدوار المهمة التي احتلتها طوال مسيرتها التطويرية. ارتباط وثيق يترجم من خلال الاهتمام بالرؤية الكويتية الشاملة والعميقة في مختلف القطاعات، وخصوصا ما يرتبط بتحقيق رؤية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتحويل الدولة الشقيقة إلى مركز مالي وتجاري، والذي بدأ من خلال افتتاح جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، والذي يعد رابع أطول جسر بحري في العالم. وحدة وتماسك المجتمع الكويتي ترجمة مباشرة على الرؤية الثاقبة في جعل النسيج الاجتماعي الحصن المانع لمواجهة التحديات، والنهضة التنموية الشاملة والمستمرة تدل على التشجيع المتواصل على إعطاء أكبر دور للمواطنين للمساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد. فالفرحة هذا العام تأتي مغلفة بالأمل لرؤية الكويت 2035، وبالالتفاف الشعبي حول القيادة وتجديد الولاء لها والتعبير عن مشاعر العرفان والتقدير لجهودها وإنجازاتها في دولة الكويت الشقيقة التي تسير في طريق حافل بالعطاء.